وبنلف حبه وبعد حبه الحبه تكبر وتبقى قبه وحامي كعب داير قول لي طنوسي. نعم. عملت ايه بشان التحريات اللي كنت بتجمعها عن سعيد ابو نجا؟ يعني تحريات قويه جدا اثبتت ان هو وحيد ابوه وامه ومن سكان القاهره. كويس. بيشتغل ايه بقى سعيد ابو النجا ده؟ عقبال عملتك يا صايع. بتتكلم جد؟ بيشتغل فايع؟ لا يعني قصده عاطل او بمعنى ادق متعطل. ايوه يعني هو ورث ثروه عن ابوه وعمال بيبهزق فيها. يبقى الوصف الجامع الشامل لهذه الحاله انه عاطل بالوراثه. لا هو الصنف ده مش انقرض خلاص؟ لا طول ما في ورثه وفي ورث الصنف ده مش هينقرض. المهم خلينا في المهم يا استاذ. هي دي بقى كل التحريات اللي انت قعدت تلفلف وتجمعها طوال اربعه ايام. وكل يوم تلهف 5 جنيه مواصلات. لا ده فيه معلومة خطيرة قوي اكتشفتها أنا وعرفتها بمجهود الخاص أن الأستاذ ده متزوج. وإيه؟ متزوج من واحدة اسمها ندى بركات. إيه ده؟ أنت بتتكلم جد؟ أنا أول مرة أشوف حد بيتجوز واحدة اسمها ندى بركات. تفضل يا أستاذ. أفادكم الله يا أستاذ. النجا مش مجرد موكلي وانا المحامي بتاعه بس. لا 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 ده صديق عمري. وانا في ايدي ايه يا استاذ خميس؟ لا من ناحيه ايدك ايه؟ في ايدي كتير قوي يا ندى هانم. انت الوحيده يا ندى هانم اللي لك تاثير جامد على سعيد ابو النجا. وعاوزني اقول له ايه؟ انت في ازمه ماليه يا سعيد؟ لو ما مسكتش ايدك شويه هنشحت. هي دي الحقيقه يا هانم. انت عايز سعيد يروح فيها؟ سعيد ابو نجا متعود على اسلوب الحياه دي، مولود وفي بقه معلقه ذهب، بيصرف وبس، ومفيش قوه في الارض هتخليه يغير اسلوبه ده. افهم من كلامك ده ان حضرتك مش متخوفه او خايفه من شبح الفار؟ الحل في ايدك يا استاذ خميس. طبعا طبعا الحل في ايدي. ما كانش الحل في ايدي هيكون في حياه في في في, في ايد مين؟ عم فتحي بتاع الكشري؟ الحل الوحيد يا هانم أن سعيد أبو النجا لازم يزمتها شوية، لازم يمسك إيده شوية. وهو الراجل كان بيصرف في حاجة بطالة لا سمح الله علشان أقول له ما تصرفش. ده واحد راجل بيحب يصرف على الأكل، على اللبس، على الفسح، لبس آخر موضة بس. آخر موضة بس. يا هانم لازم حضرتك تتبين الموقف تماما. السيولة ابتدت تقل والموقف بقى محرج قوي يا هانم. أنا مفيش في إيدي حاجة يا مستر. بالعكس يا ندى هانم، أنت الوحيدة القادرة إنك تقنعي سعيد أبو النجا. أقنعه بإيه؟ طب أنت قول لي وأنا أوعدك إني هحاول. تقنعيه إنه يبيع العزبة. دي آخر حاجة فاضلالنا. أنت هتعملي زيه. أنت هتعملي زيه يا هانم وتقولي لي أنا ما أقدرش أفرط في أرض أجدادي؟ هو ده الحل الوحيد يا هانم، انه يبيع العزبه ونستثمر ثمنها في مشروع ضخم، وانت بقى عليكي انك تجبري ان ما يصرفش اكتر من الارباح. يعني ده الحل الوحيد؟ خلاص انا من جهتي احاول اقنعه، ده لو هو عنده وقت يسمعني. انا بتفسح في اوروبا كل 3 اشهر، اتغدى في باريس، افطر في فيينا، واتعشى في لندن، وانا هنا تجيب لي فروت سلعت. حالا فاكهه الموسم هتكون عند حضرتك، حتى لو اضطريت اشتريها بنفسي. بس بسرعه بسرعه. حاضر سعيد. من فضلك. صراحه انا بحسدك على حياتك دي يا سعيد بيه. تحسدني؟ نقع عليا، ما بيحوقش فيا، نقع. اللهم لا حسد. خلينا بقى في البيزنس. جبت لي ايه معاك من لندن؟ حظك في رجليك يا سعيد بيه. كان في اوكسيون في لندن، جبت لك 10 اطقم على اخر موضه. المهم ما يكونش حد لبسهم قبلي يا فوزي. انا عارف ان ده شرط اساسي في الهدوم اللي بتلبسها. انا يا فوزي اتعودت على كده من وانا صغير بيبي، احب دايما البس فريش وعلى اخر موضه. ايوه بس ده مانو محرق قوي.
وانا احب الشطه. يلا قول بكام؟ قول يلا خلصني. الطقم تقريبا ب $500. اوه $500 الغالي قوي. ايه يعني $500؟ هو ده الحرام؟ طب تصدق انا امبارح جبت بدله ب $7,000. وعشان ايه؟ علشان احضر بيها فرح واحد صاحبي. هو غلبان شويه لكن هو اهو العريس. اهو صباح الخير. صباح الخير. ايه اللي جابك كده في ليله الصباحيه بتاعتك؟ عروستك تطلعك، ايه اللي حصل؟ ممكن كلمه على جنب يا سعيد؟ على جنب. حاضر تعالى. اتفضل. ايه يا ابني انت ليه كده نرفز متوتر ليه؟ بس انا محرج منك قوي مش عارف اقول لك ايه. محرج يبقى مزنوق، عايز فلوس. وعرفت منين؟ خبره بقى. انا احسن واحد يسلف في الدنيا دي كلها فلوس، خبره. قول عايز كام؟ اصل مبلغ كبير شويه. كبير؟ لا 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 لا، انت بس قول وانا هشوف اذا كان مبلغ كبير ولا مبلغ صغير. كام؟ 10,000 جنيه. الله، 10,000 جنيه! اصحابي دول بيحسبوا ان انا بقيت فقير وغلبان. كلم مين يا فاضل؟ السؤال الخالد للزوجات. هكون بكلم مين يعني؟ سعيد ابو النجا متعطل. احنا ما اتفقناش على كده خالص. يا شكرية، هي حتى مكالمة التليفون محتاجة الاتفاق؟ ارجوك يا استاذ برضو اسمع وجهة نظرها، لان انا من كبار المؤيدين ليها. سلام. طب ايه وجهة نظرك يا استاذة شكرية؟ يا استاذ فاضل، المرة اللي فاتت احنا اتبعنا اسلوبك في الاتصال بسعيد ابو النجا، وكانت ايه النتيجة؟ لاننا كلمناه في التليفون شك فينا ومرضيش يرد على اسئلتنا. وانت تقترحي بقى ان اسلوب الاتصال بسعيد ابو النجا متعطل يكون ازاي بقى؟ بالفاكس ولا بالتليكس؟ برضو مصر انك تسخر من افكاري؟ انا لا اسخر. قول لها يا طلوس. لا يا أسخر. مش هي دي وسائل الاتصالات المعروفة في العصر الحديث؟ ولا انت عايزاني بقى نتصل بيه عن طريق التلفزيون؟ المرة اللي فاتت استخدمنا اسلوبك وما نفعش، المرة دي انا هستخدم اسلوبي انا. كده برضو يا شكرية كده برضو يا فسحة الدار. محامي نقابي محترم زي تلبسيه اللبس ده، لا وكمان تسميني حسب الغرض. في حد في الدنيا اسمه حسب الغرض؟ ايوه في. انت اسمك ده هيخلي الناس تستغرب، وبالتالي نقدر نتكلم معاها ونعرف منها المعلومات اللي احنا عايزينها. ايوه بس مش حسب الغرض يا فسحة الدار. لا مفيش الحاجات دي، خلاص انا حاضر وخلاص. حاضر وخلاص. فنبتدي ازاي دلوقتي؟ في واحد واقف هناك اهو، تعالى نساله عليه يمكن يعرفه. صباح الخير. يا صباح النور، يا اهلا وسهلا. تحت امرك يا فندم. انا اسمي حسب الغرض ناوي. ولا لفت نظره ولا اي حاجه، والراجل ما خدش باله من الاسم خالص. مش مهم، اهو اتكلم معاه وخلاص، افتح معايا الكلام. حاضر. احنا قرايب سعيد ابو النجا. سعيد ابو النجا؟ اهلا وسهلا، ده احسن زبون عندي. يعني انت تعرفه؟ طبعا. طيب تعرف عمه حسنين ابو النجا؟ اعرف منين؟ اذا كان سعيد دي ابو النجا عمره ما دخل المحل بتاعنا. دايما بيبعت شغالينه. مش نافع اي حاجه، نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نسال شغالينه. اتفضلي. وانت هتقولي شغاليني وايه؟ ان احنا قرايبه برضه؟ طبعا الظروف دي حسب الغرض. ايه حسب الغرض ده؟ ما تديهاليش بالاسم ده، بيجنني. ما انت بتقول يا فسحة الدار وبس، كنت لك اللغة. خلاص بقى يا فسحة الدار، خلاص تعالي. صباح الخير يا بلدينا. صباح الفل يا بلدينا. اقدم لك مراتي فسحة الدار. اهلا وسهلا. اقدم لك نفسي، انا حسب الغرض ناوي. اهلا وسهلا، اهلا بيك. وانا تشكر. العفو على ايه؟ أنا اسمي تشكر. شايف الابتسامة اللي تفتح القلب. والله اسم له معنى يعني. أي خدمة يا بلدينا؟ إحنا جايين من طرف واحد نسأل على واحد. ومين بقى الواحد ده والواحد دوكها؟ إحنا جايين قاصدين سعيد أبو النجا. من طرف عمه حسنين أبو النجا.
هو ده بيت سعيد بيه ابو النجا. يا ما انت كريم يا رب. يعني انت تعرف عمو حسنين ابو النجا؟ انا اعرف قرايب سعيد بيه ابو النجا نفر نفر. ما شاء الله انت راجل عتره وحياه الشنبي ده. الله ومركب لي شنب دجلس. عرفتكم انتوا حربيه الشقق اللي بتيجي تاخدوا معلومات عنها. مين صيف؟ مين راح يصيف؟ مين راح يشتي؟ مين نتوكل على الله وبعدين تسرقوها؟ قدامي يا عم على مهلك بس. قدامي يا حرميه. سمحت يا حضرة الضابط تعالوا بسرعة، الحرامية هنا احنا متحفزين عليهم. احنا مش حرامية يا هانم. لما انتوا ما انتوش حرامية، اما لابسين اللبس البلدي ده ليه؟ كنا في حفلة تنكرية وبعدين جيري موضة. لو سمحتي انا مش هبلع عشان اصدق اللي انتوا بتقولوه ده. يا فندم يا فندم احنا محاميين مظبوطين جدا ونقابيين كمان. انتوا محاميين؟ لا نكتة الموسم هبقولها لاصحابي في النادي. يا هانم ارجوكي بلاش فضايح، وبعدين يا كلومبو ما تخلصنا من الورطه اللي احنا فيها دي. ولا يهمك اعتمد عليا. ما انا بعتمد عليكي بغرق. ما هو كلها 10 دقايق ونلاقي البوليس فوق راسنا. هتشوف لو سمحت وسع لي شويه. شكرا. دي الكارنيهات اللي بتثبت ان انا وجوزي محاميين ونقابيين كمان. اتفضلي. شفت فكرتش انت تجيب معاك حاجه تطلعها توريها لها؟ مش عارفه من غيري كنت هتعمل ايه. اكيد كان هيبقى حالي احسن من كده. طب ولما انتوا الاثنين محاميين عاملين في نفسكم كده ليه؟ سيبهم يا عم تشكر. حاضر استهاد تشكر. بصراحه يا هانم احنا معانا قضيه. امانه معانا امانه. بس 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 انت لسانك فقالت على طول. بس امانه ايه؟ احنا معانا قضيه يا فندم خاصه بجوزك الاستاذ سعيد ابو النجا. اتجوز عليا يا ستي ما تخافيش. وبعدين هو في راجل عاقل بيعملها ويرجع يعملها تاني، وانت زي القمر يبقى زي اتجوز عليك. ميرسي يا روحي. انتي بوسه حبيبتي. اي شعرك جامد يا شيخ. خلاص وقت نفاق ده. انا مش بنافق انا بتكلم جد. وبعدين سيبني انا اتصرف. يا مدام مش حضرتك خلاص شفتي الكارنيهات وتاكدتي ان احنا فعلا محاميين؟ طيب يبقى دلوقتي كمان لازم تتاكدي ان قضيه سعيد ابو النجا دي احنا ما نقدرش نتكلم فيها لانها سر. اه مظبوط الكلام ده. وبعدين اذاعه اسرار الزبائن ده ضد عرف المهنه. وانا دلوقتي عايزه اطلب من حضرتك حاجتين. اولا الغي موضوع البوليس، ثانيا ادينا فرصه نقابل سعيد ابو النجا. اف 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 حد يفتح لي ازازه حاجه ساقعه وجهزوا لي الحمام. الحمد لله على السلامه يا سعيد يا حبيبي. ايه ده؟ مين دول يا نادى؟ توم وجيري؟ لا حسنين ومحمدين، قصدي فاضل السنكري المحامي وشكريه معتمد المحاميه. محاميه؟ ده شكل محاميه دي؟ بعدين بقى ايه؟ ما تنخدعش في المظاهر، وبعدين لو سمحت ادينا فرصه احنا عاوزين نقيم مع حضرتك حوار بناء. حوار بناء؟ ايه الثقافه دي؟ الحكايه يا نادى؟ اتنين محاميين عايزين يقعدوا معاك. يقعدوا معايا لأي سبب؟ خلاص اتفضلوا قدامي على المكتب، وما تنسيش الحاجة الساعة والحمام. اتفضل يا أستاذ اتفضل. شفت البلحتين اللي عندك في دماغه؟ يلا. فانتاستيك فانتاستيك فانتاستيك. حاجة ظريفة خالص، اتنين محامين ولابسين فلاحين. اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا. قرفان منا ليه؟ مش قرفان ولا حاجة. ظروفنا بقى يا بيه. ها؟ ومين اللي جاب لكم الهدوم الحلوة دي؟ ها؟ أنا اللي اشتريتها. وبكام؟ لازم اضحك عليكم. مفيش حد أبداً يعرف يضحك على التجار أبداً. من فضلك خلينا في موضوعنا. شوكولاتة، تعالوا اتفضلوا خدوا شوكولاتة. متشكرين مش عايزين. الشوكولاتة دي كهالي من سويسرا. يا أستاذ من فضلك احنا يبقى نوجا. أنا عندي نوجة حلوة، نوجة محشية زبيب، جاية لي من تركيا، ها؟ إيه رأيكم؟ يا ابني طول النهار أنت تزلط في حلويات كده مش هتعرف تاكل. آه ما يهمنيش، أنا أعمل كل اللي أنا عايزه، ما يهمنيش خالص. واللي يحصل يحصل. هو مبدأ غريب يعني، إنما ما علينا. دلوقتي كنا عايزين نكلم حضرتك في موضوع. هو الصحيح أنتوا ما شربتوش حاجة، ها؟ تشربوا إيه؟ مش عايزين نشرب حاجة يا أخوي. إزاي بقى؟ أنا عندي سحلب. سحلب لكن إيه؟ الشفطة منه تشفي من 99 علة. بجد؟ طب ناخد شوية ربابة عشان ركبه. ركبه إيه؟ إحنا في ركب عم نعتمد دلوقتي ولا إحنا في اللحم؟ إيه يا اسمك إيه؟ أنت يا أستاذ إيه؟ أنت بتتدخل كده ليه كل شوية؟ الله ما تسيبها يا أخي. عشان أنا جوزها بتدخل. آه
جوزها. معلش. ما دام انت باباكي بيشتكي من ركبه مش كده؟ طول الليل بتنشر عليه. يبقى هو المرهم. المرهم اللي انا جايبه من الصين. مرهم ايه؟ زي السحر. فانتاستيك. المرهم دوت هو غالي شويه. لكن معلش 666 جنيه لكن ما يغلاش على باباكي. هو يدهن منه دهنه واحده قبل النوم بنص ساعه. اوه الصبح يبقى اوكي اوكي. الله ربنا يخليك يا رب. فبص بقى هو عنده شعر طالع له من ودانه. شعر اللي طالع له من ودانه تتجندي؟ اتجندي يا شكريه؟ ما نخليه عليك صوته كمان اللي عامل زي الشكمان في ايه؟ هو بس عايز جلده ويقرب. جلد في ايه؟ اسكتي مش هو ده موضوعنا. اسكتي خالص يا استاذ سعيد. احنا جايين لك بالمفتشر كده بخصوص عمك. بخصوص مين يا استاذ؟ عمي؟ انت جاي؟ من فضلك يا استاذ بلاش نتكلم في الموضوع ده هنا خالص. تيجوا من فضلكم الكازينو ونتكلم فيه. اوكي؟ مش ده المهم عندي يا مؤاخذه عاطف بيه. انا المهم عندي تبقى فلوسك جاهزه. يا سيدي انا المبلغ جاهز بس المهم يكون في حدود السعر اللي اتفقنا عليه. ان شاء الله ههزه لك بيبقى اقل من كده كمان. اهلا وسهلا. اتفضلوا. مرحبا. اتفضلي. عايزه انزل البسين. لازم كويس. واضح ان المكان ده غالي. فك عن كيسك شويه. واحنا هنصرف على القضايا كمان يا اخي. اعتبرها مصاريف نسريه. ايه رأي سعادتك في المكان هنا؟ كويس. الترابيزات حلوه قوي. هو سعيد بي لسه ما وصلش؟ لسه يا فندم. اصل في ميعاد معاه. زمانه جاي حضرتك. طيب تتغدوا ولا تشربوا؟ هما فنجانين قهوه ليس الا. تؤمر سعادتك. تعالى هنا. القهوه بكام؟ نعم القهوه بكام؟ فاضل فاضل ده هما فنجانين يا فاضل. لا لا لا, لا. حقه حقه يا هانم. يمكن اسعارنا هنا ما تعجبهوش. طبعا القهوه ب6 جنيه حضرتك. الفنجان الواحد ب6 جنيه؟ لا يا استاذ مش عايزين فنجان. احنا بنتكلم على البن والميه والسكر اللي جوه الفنجان. شو بيموت في الهزار. روح انت هات القهوه وبلاش الوش ده عيب احنا زباين. اتفضل يلا. ايه خلاص انا اللي هدفع فنجانين القهوه خلاص. بقول لك ايه؟ نعم. لازم اسئلتنا تبقى محدده مع سعيد ابو النجا ولازم نبقى نوصل لهدفنا بسرعه. عشان كده بقترح ان احنا نكتب له الاسئله في ورقه او نوجهها له عشان ما يكشفناش. انا موافقه. قولي. السؤال الاول. أيوه. اجباري. ايوه. من انت؟ من انت؟ ايه الاسئله المباشره دي؟ ايه الاسئله التافهه دي؟ لازم اسئله فيها ذكاء مش اسئله مباشره. شوف يبقى ازاي السؤال الاول. السؤال الاول هل انت سعيد ابو النجا؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حوش الذكاء والاسئله الذكيه اللي عماله تنزل يا اخي. اه طبعا هو ده الذكاء. امال ايه؟ هي دي اسئله. هات انا اللي حل. كده انت هتقعد تتتت. مش مهم. هات ورقه. لا 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 بقى لي ساعه ده مؤاخذه يا اخي. والله ما هينفع يا عاطف. بس يا عاطف احنا كده مختلفين مش متفقين. لا مؤاخذه مش دي عمونتي خالص يا عم. اقعد بس. خليها 5% كويس وده عرف السمسره اللي كل الناس بتبقى عليه. ايوه بس دي عزبه سعيد بيه ابو الناجا مش اي قاضي. لا مؤاخذه دي احسن قاضي في محافظه البحيره تامه. وبعدين حاجه ب 3 مليون انا هديها لك بربع مليون بس. انا اكلم لك الاستاذ خميس ناجا في المحامي بتاع سعيد بيه ابو الناجا. لا مؤاخذه جهز العود ونخلص. دي مؤامره يا عزيزتي. وانا بخاف قوي من الحاجات اللي بتنكشف بالصدفه دي. اه يا ولادي الايه؟ عزبه ب 3 مليون جنيه عايزين ياخدوها من راجل بربع مليون جنيه بس. ويقول لك تجاره. اه بس اما يوصل سعيد ابو النجا بتاع النوجا والشوكولاته. واو كويس ان احنا نخدمه في الموضوع ده. عشان هو بقى يرضى يخدمنا في موضوعنا احنا. القهوه يا حضرات. ميرسي. كيف في وقتك. على فكره سعيد بيبي اعتذر على الميعاد وبقول فرصه تانية. طب شيل القهوه. لا 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 على حساب سعيد بيبي. على حسابه؟ ايوه. طب هات القهوه. ايه انت بتعمل ايه؟ يمكن جبت المذكرات يا بابا. انا بحاول احل لغز سعيد ابو النجا. ليه هو بيتهرب مننا؟ بيتهرب مننا ليه يا فاضل؟ هو الراجل سمع مننا ولا كلمه. احنا يا دوب رحنا له المكتب كلنا حتتين نوجه ومشينا. هي دي الحقيقه يا شكريه؟ اه طبعا. سعيد ابو النجا بيتهرب مننا. انسان غريب. انتوا ما شفتوش لما سالتوا على عمه؟ ايوه. يبقى لازم الحكايه دي فيها سر يا فاضل. هو
هو ده اللي انا بحاول اعرفه يا عم معتمد. ايوه يا اخوي، ايوه طبعا. لا وكلكم وحكايه العزبه دي كوم. العزبه دي مساله اخلاقيه، في مؤامره بتتعمل واحنا لازم نبلغها لسعيد ابو النجا. ما تخليك في حالك يا ابني. لا ما ينفعش يا بابا، دي مساله اخلاقيه. ايوه مساله اخلاقيه، وفي نفس الوقت كمان دي ممكن تقربنا من سعيد ابو النجا علشان نعرف حقيقته. انسان غريب ما بيفكرش غير في الحاضر، ما بيفكرش في المستقبل مع انه جزء من حياتنا. لا مش عاطل بالوراثه يا ابني. المهم انت ناوي تعمل ايه يا فاضل؟ مادام سعيد ابو النجا بيتهرب مننا لسبب لا يعلمه الا الله، يبقى انا لازم اعمل عليه حركه كماشه. كماشه يعني ايه يا بنتي؟ يلتف حوالين الموضوع يا بابا، دي جمله بتتقال في الخطط العسكريه. انا بقى عرفت انت هتعمل ايه. هتتصل بمرات سعيد وتديها المعلومات اللي عن العزبه مقابل معلومات عن سعيد ابو النجا. هو ده اللي انا بفكر فيه بالظبط، مع فارق بسيط اني انا مش هدي المعلومات دي لمرات سعيد ابو النجا. هتديها لمين؟ لعم تشكر البواب بتاعهم؟ لا انا هديها لخميس نجف، محامي سعيد ابو النجا. يا الف اهلا يا الف مرحبا، خميس نجف. يا نجف بنور يا سيدي العرسان. اهلا 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 بك ايها الزميل النقابي العزيز. اهلا بكم، اهلا، شرفت المكتب. يا ترى ايه الخدمه اللي ممكن اقوم بيها تجاهكم؟ احنا جايين نمنع عمليه احتيال على زبون عند حضرتك هنا. حضرتك قلتي احتيال على زبون عندي هنا في المكتب؟ يا ساتر يا رب. هو انت عندك زبون اسمه سعيد ابو النجا؟ سعيد ابو النجا ده مش مجرد زبون، ده صديق عمري. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. طب والله كويس، بما انه صديق عمرك يعني تهمك مصلحته. طبعا طبعا يا هانم، تهمني مصلحته. هو بيمتلك عزبة ناحية البحيرة. عزبة كبيرة. العزبة دي بقى هي موضوع الاحتيال، في عصابة عايزة تشتريها منه، أو بمعنى أدق تسرقها منه. من غير مؤاخذة يعني أنا مش فاهم قصدكم إيه. العزبة دي تساوي على الأقل 3 مليون، عاطف بيه وزميله السمسار عاوزين يشتروها بربع مليون بس. مش ممكن. الكلام ده حقائق مؤكدة بمعلومات. ممكن يعني من غير مؤاخذة يعني أعرف مصدر معلوماتكم اللي قال لكم الكلام الخطير ده؟ تقدر حضرتك تقول كده الهوى الصدفة. هو إحنا سمعنا الحوار اللي دار بالصدفة بين عاطف بيه وزميله السمسار. وإيه اللي مطلوب مني؟ اتخذ إجراءاتك بقى يا أستاذ نجف. تحمي حقوق موكلك. وعايزين من حضرتك كده خدمة صغنططة مقابل الخدمة دي، شوية معلومات هتديها لنا عن سعيد أبو النجا. معلومات بخصوص إيه؟ عايزين كشف بأسماء قرايب سعيد أبو النجا من ناحية الأب. يا سلام، أنا تحت أمركم، أنا هريحكم على الآخر. شفتي بقى ان انا تكتيكي ما يخرش الميه؟ بس تفتكر ان النجف ده هيعمل لنا فعلا كشف بكل اسامي عيله قرايب ابو النجا؟ طبعا، اصل دي مصالح ودنيا شايلني وشايلها. هو نور ولا علامات في يا فاضل؟ انا كان عندي الدرس شغال، بضرب بلساني مش لاقيه. المكمدات عشان تعملوا اعلى وتلاقيهم على الناس ده، ايه ده؟ انا هقطعهم حتت. حرام عليك، ده انا ضلاك، ده انا ضلاك. ليه تعمل فيا كده؟ ما تتكلمش بالصوت ده جنب ودني يا بابا، حرام عليك. في قطر ماشي في دماغي. انت في قطر ماشي في دماغي؟ يا بختك، انا في دماغي استاد مليان ضفادع بلدي. انا يعتادوا على اساتذتي؟ واخد بالك انت ازاي؟ والله لأوريهم. ارجع يا طايش، ده ما كانش أي ضرب يا عم طنوسي.
ده احنا ضربنا في الخلاط يا مؤمن. لا ده مش ضرب يا شكرية، لا ده اسمه افترة. يعني دي ناس بتضرب من غير هدف، اكيد دافعهم مرض نفسي يعني. لا 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 ده كان ضرب غل يا اخويا، ضرب غل يا اخويا. بقول لهم عيب، ده انا واحدة ست يناولوني بالبوكس. ايوه طب طب اضربوا في فاضل ويسيبوني، معرفش الشلاليت دي كانت نازله عليا منين يا اخي. كتر خيرك يا اختي، ولا وشوشهم وشوشهم خلاص في دماغي، مش هنساهم، هحلم بيهم ليل ونهار لغايه ما اقابلهم واخلص منهم القديم والجديد. وانت هتقابلهم فين يا ابني؟ هتقابلهم فين؟ دخلت على طيارك تلاقيهم مسؤولين ومتأجرين عليكم. ودني حرام عليك يا عم معتمد، بس انت بتتكلم صح، هما فعلا متأجرين وانا عارف مين اللي مأجرهم. مين يا فاضل؟ خميس نجف. ايه ده؟ خميس نجف المحامي؟ طب ليه؟ ما هو هو اصله مأجرهم عشان الناس دي عايزانا نبعد عن موضوع العزبة. اصل موضوع العزبة ده ما يعرفوش غير اتنين، عم معتمد وخميس. إذن عم معتمد مش ممكن هيعمل فينا ده كله. طب وهو مصلحته يا خميس نجف؟ أكيد ليه مصلحة، وإحنا اتدبينا قدامه زي الشوال. قال اللي خدناه من السيد أبو النجف. شكرية. أيوة. بص يا شكرية، أنا عايزك تقابلي مرات سعيد أبو النجف وتحطيها في الصورة، بس الكلام يبقى بالعقل. بالعقل. أنا مش فاهمة حاجة خالص. ليه؟ مع إن الحكاية واضحة زي الشمس. يعني أنتِ جاية عايزة تشككينا في المحامي بتاعنا وصديق عمر جوزي وعايزاني أصدقك؟ يا بنتي لازم تصدقيني قبل الفاسمة تقع في الراس. أصدقك أنتِ؟ أصدق واحدة أول مرة قابلتها في حياتي كانت منتحلة شخصية مرات حسب الغرض ناوي؟ يا بايخة ما يبقاش قلبك أسود. اعتبريها شقاوة محاميين. سوري سوري سوري، بس حقيقي مش قادرة اصدقك يعني. سوري سوري سوري. خلاص ما تصدقينيش، حققي في الموضوع على طول. انا فهمت انت وجوزك عايزين ايه. انتوا عايزين تبوظوا الصفقة. هنبوظها ليه؟ احنا هنبوظها ليه؟ اكيد طبعا ليكوا مصلحة، حد زقيقكوا علينا، حد مأجركوا. يا بنتي ده احنا واكلين علقة ما اكلهاش كلب خاطف عظمة. اصل بصراحة يا مدام انا متشائمة منك انت وجوزك من ساعة ما دخلتوا حياتنا وهي اتقلبت، لا عارفين انتوا عايزين ايه ولا انتوا مين، وبعدين عايزين يثق فيكي. يا عبيطة، ثروتكوا هتروح وجوزك كمان هيضيع منك. انت جاية تنقي على جوزي وعلى ثروته؟ يا سلام على صوتك ده لما بيفرقع كده مرة واحدة. جوزك عاطل بالوراثة، اسمعيني للاخر، والمثل بيقول خد من التل يختل، وهو عمال ياخد من التل لما هيختل ويقع على دماغكو. ايش طيبر؟ يا ندى، يا ندى تطرديني؟ اذا ده عيب حقيقي. انا جوزي عاطل يا جوز صيع انت وجوزك، محدش عارف لكم اصل من فصل. هاي مجنونة، ده بدل ما تعقلي جوزك. أنا مجنونة؟ إيه؟ أنا مجنونة؟ امشي اطلعي بره. خلاص بره، وبيروحي بقى دوري مين ضربك انت والمحروس. نعم الشنطة. أوه على فكرة بقى شكرية، أنا لازم أعترف لك بحاجة مهمة جدا. اسمحي لي اقول لك. ربنا يخليك ليا يا شكرية. ليه بتقول لي كده؟ انا بعد ما شفت مرات سعيد ابو النجا ده، انا عرفت قيمتك، عرفت قيمه الزوجه اللي بتقف في ظهر جوزها وتساعده وتحميه حتى من نفسه. انا بحبك قوي وانت رومانسي. على فكره بقى يا فاضل، احنا كده عملنا اللي علينا وزياده. لا ده احنا ملتزمين اخلاقيا بانقاذ سعيد ابو النجا بعد ما عرفنا المؤامره التي تدبر له في حالك الظلام. ما احنا حذرنا عن طريق المحامي بتاعه، اكلنا علقه عن طريق مراته، اتطردت من البيت شر طارده. ولا يا شكرية، حتى لو تعرضنا للشنق لابد من انقاذ سعيد ابو النجا. لو تعرضت انت للشنق انا لا، الله هو كان من بقيه عيلتنا.
لا ده احنا لازم ننقذ سعيد ابو النجا لسببين. السبب الاول سبب اخلاقي، احنا عرفنا المؤامره اللي بتدبر ضده ولا بد من اجهاض هذه المؤامره في مهدها. ادي عبره تجاوز محامي. والسبب الثاني انه جايز يطلع هو سعيد ابو النجا اللي بندور عليه، فاحنا لو شلنا ايدنا من الموضوع يبقى معنى هذا اننا بنضيع على نفسنا فرصه العثور على سعيد ابو النجا ونسلمه شنطه عمه. بص بقى انا سوري مش هتضرب تاني. تصدق ان انا سوري زي كده لو ممكن اسمع ان حد يضربني؟ طب هنعمل ايه؟ احنا هنصطاد 10 عصافير بحجر واحد. الحمد لله اخيرا هنقفل المكتب ونصطاد عصافير وناكل. نصطاد عصافير ايه انت رقعة؟ انا هحط طعم في سكة خميس نجف. ايه الطعم؟ ابوكي معتمد. فرصة سعيدة ام حلاوي بيك. انا اسعد يا اخوي. انت سعادتك جيت للمكان المناسب في الوقت المناسب للشخص المناسب. خميس نجف يا نجف النور يا سيدي العرسان. اتفضل. بصراحة يا نجف بيه انا لازماني العزبة بتاعت سعيد ابو النجا، وانا لما بتكون حاجة لازماني بتعل علي، ولما تعل علي ادفع فيها ما يهمنيش. وانا ما يخلصنيش ان حاجه تعل عليك يا محلاوي بيه، انما من غير مؤاخذه سعادتك عرفت منين حكايه بيع العزبه دي؟ ايه من عاطف بيه، ما هو صاحبي وحبيبي ما يتخيرش عنك كده يا سي نجف. واحنا بناخد وندي مع بعض في الكلام يا اخوي، جاب لي سيره العزبه دي وقال ايه انت ناوي توجعها له بربع مليون جنيه وهي تستوى لها 3-4 مليون. شوف يا محلاوي بيه التجاره شطاره، واللي تغلب بيه العب بيه. وانا عندي قولك يا اخوي، التجاره شطاره وانا مستعد ادفع 500,000 عدل ولا اقدر. ايه ده؟ ايه اللي بسمعه ده؟ خلاص يا محلاوي بيه اعتبر العزبة في جيبك، بس المهم عمولتي. عمولتك يا اخوي؟ ايه دي عمولتك في الحبس والسون يا خميس يا نجف، يا نجف بنور يا سيدي العرسان. بس العملية تكون مضمونة يا اخوي. لا اطمن اطمن يا محلاوي بيه، مضمونة 100%. يعني ناوي تأثر على سعيد ابو النجا دي يبيع بالسعر ده ويبقى اقل من السعر ده؟ سعيد ابو النجا ده زي الخاتم في صباعي، اقول له يمين يمين اقول له شمال شمال. يعني مش ناوي يزرجي؟ يزرجن ايه يا محلاوي بيه؟ بقول لك ده زي الخاتم في صباعي، حساباته كلها في ايدي، دماغه في جيبي، هو اللي عليه يمضي وبس. ايه يا اخويا طب عاطف بيه؟ دي انت اتفقت معاها على البيعه. لا يا محلاوي بيه، عاطف بيه كارته انكشف خلاص. في محامي زميل اسمه فاضل السنكري كشفه والبيع له بقى خطر. قال طب بالجايز المخفي على عينه اللي اسمه السنكري دي يحط دماغه في البيع ويبوظ لنا العمليه؟ لا 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 هو اطمن، فاضل السنكري كالعلقه مش هيقوم منها الا مع بدايه القرن القادم. انا بقى اللي هدخلك السجن ومش هتخرج منه الا بمزاجي. ايه ده؟ دي مؤامره. ايه ده؟ مش عارف ايه ده يا خميس يا نجف. ها انت طلعت ضلمه، انت طلعت نجف محروق. انا سمعت كل اعترافك يا سافل يا سافل. تعمل كده في صاحبك يا خميس؟ وكمان سلطت علينا 4 تراب حطونا في الخلاط. أغيثونا بالنيابة. لولا الناس الطيبين دول كان زمان العزبة راحت بتراب الفلوس. البركة في ربنا وفي عم معتمد أبويا. يا جماعة الموضوع فيه سوء تفاهم، واللي بيحصل ده فيه سوء أخلاق. اسكت، أنا مش مصدق إن اللي يعمل كده واحد زميل ونقابي. أستاذ فاضل يا سنكري، يا زميل يا نقابي يا محامي يا كبير، معقول تصدق دول وتكذبني انا؟ ايوه هكذبك انت، ودلوقتي بقى انا هعلمك شرف المهنه. انا معتمد افرد بقى شكريا ايدك معايا يا قوي. استاذ فاضل بيه
انا مش عارف اكافئك بايه. انت انقذت حياتي، انقذت ثروتي. يا استاذ سعيد، احنا عملنا ما يحتمه الواجب وما تقتضيه الظروف. والدنيا لسه بخير برضو. انا حقيقي اسفه قوي يا مدام شكرية، انا مش عارفه اعتذر لك ازاي. انا كنت في منتهى السخافه وانت جايه تنقذيني وتفهميني وتفهمي جوزي وتنقذي ثروتنا. ولا يهمك، دي متاعب المهنه واحنا متعودين عليها. دلوقتي بقى يا استاذ سعيد، بعد ما خلصنا مشكلتك ارجوك تساعدنا في ان احنا نخلص مشكلتنا احنا كمان. استاذ فاضل، حبيبي فاضل، شبيك لبيك سعيد بيه بين ايديك. احنا عاوزين نعرف، هو انت ليه ارتبكت وتهربت مننا لما سالناك عن عمك؟ عمي. الحقيقه يا جماعه، الحقيقه انا يعني هو سام انا هكشفه دلوقتي قدام ندى، علشان الكذب ملوش رجلين يا جماعه. هو انت ليك اعمام يا سعيد؟ عم واحد يا حبيبتي، عم واحد. يبقى انت سعيد ابو النجا. وعمي ده موجود دلوقتي في السجن. حبيبي يا انكل كان بيلمع فلوس مزوره. يا انكل، يبقى مش انت سعيد ابو النجا. لا انا سعيد ابو النجا. لا ده بيتهيأ لك. $1000. وعشان ايه؟ علشان احضر بيها فرح واحد صاحبي، هو غلبان شويه لكن هو العريس. صباح الخير. صباح الخير، ايه اللي جابك كده في ليله الصباحيه بتاعتك؟ عروستك تطلعك، ايه اللي حصل؟ ممكن كلمه على جنب يا سعيد؟ على جنب، حاضر، تعالى. اتفضل. ايه يا ابني؟ انت ليه كده نرفز متوتر ليه؟ بس انا محرج منك قوي ومش عارف اقول لك ايه. محرج يبقى مزنوق، عايز فلوس. وعرفت منين؟ خبره بقى. انا احسن واحد يسلف في الدنيا دي كلها فلوس، خبره. قول عايز كام؟ اصله مبلغ كبير شويه. كبير؟ لا 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 لا، انت بس قول وانا هشوف اذا كان مبلغ كبير ولا مبلغ صغير. كام؟ 10,000 جنيه. الله، 10,000 جنيه؟ اصحابي دول بيحسبوا ان انا بقيت فقير وغلطان. اتكلم مين يا فاضل؟ السؤال الخالد للزوجات، هكون بكلم مين يعني؟ سعيد ابو النجا متعطل. احنا ما اتفقناش على كده خالص. يا شكريه، هي حتى مكالمه التليفون محتاجه الاتفاق. ارجوك يا استاذ برضو اسمع وجهه نظرها، لان انا من كبار المؤيدين ليها. سلام. طب ايه وجهه نظرك يا استاذه شكريه؟ يا استاذ فاضل، المره اللي فاتت احنا اتبعنا اسلوبك في الاتصال بسعيد ابو النجا، وكانت ايه النتيجه؟ لاننا كلمناه في التليفون شك فينا ومرضيش يرد على اسئلتنا. وانت تقترحي بقى ان اسلوب الاتصال بسعيد ابو النجا متعطل يكون ازاي بقى؟ بالفاكس ولا بالتليكس؟ برضو مصر انك تسخر من افكاري؟ انا لا اسخر. قول لها يا طنوس. لا اسخر، لا يا اسخر. مش هي دي وسائل الاتصالات المعروفه في العصر الحديث؟ ولا انت عايزاني بقى نتصل بيه عن طريق التلفزيون؟ المره اللي فاتت استخدمنا اسلوبك وما نفعش، المره دي انا هستخدم اسلوبي انا. كده برضو يا شكريه، كده برضو يا فسحة الدار، محامي نقابي محترم زي تلبسيه اللبس ده؟ لا وكمان تسميني حسب الغرض؟ في حد في الدنيا اسمه حسب الغرض؟ ايوه في. انت اسمك ده هيخلي الناس تستغرب، وبالتالي نقدر نتكلم معاها ونعرف منها المعلومات اللي احنا عايزينها. ايوه بس مش حسب الغرض يا فسحة الدار. مفيش الحاجات دي، خلاص انا حاضر وخلاص. حاضر وخلاص، فنبتدي ازاي دلوقتي؟ في واحد واقف هناك اهو، تعالى نساله عليه عشان يعرفه. صباح الخير. يا صباح النور، يا اهلا وسهلا، تحت امرك يا فندم. انا اسمي حسب الغرض ناوي. ولا لفت نظره ولا اي حاجه، والراجل ما خدش باله من الاسم خالص. مش مهم، اهو اتكلم معاه وخلاص، افتح معايا الكلام. حاضر. احنا قرايب سعيد ابو النجا. سعيد ابو النجا؟ اهلا وسهلا، ده احسن زبون عندي. يعني انت تعرفه؟ طبعا. طيب تعرف عمه حسنين ابو النجا؟
اعرف منين؟ اذا كان سعيد بيه ابو النجا عمره ما دخل محل بتاعنا. دايما بيبعت شغالينه. مش نافع اي حاجه، نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نسال شغالينه. اتفضلي. وانت هتقولي شغالينه ايه؟ ان احنا قرايبه برضه؟ طبعا الظروف دي حسب الغرض. ايه حسب الغرض ده؟ ما تديها ليش بالاسم ده، بيجنني. ما انت بتقولي يا فسحه الدار وبسكوت لك كلمه. خلاص بقى فسحه الدار، خلاص تعالي. صباح الخير يا بلدينا. صباح الفل يا بلدينا. اقدم لك مراتي فسحه الدار. اهلا وسهلا. اقدم لك نفسي، انا حسب الغرض ناوي. اهلا وسهلا، اهلا بيك. وأني تشكر. العفو على ايه؟ انا اسمي تشكر. شايف الاسامي اللي تفتح القلب. اه والله اسم له معنى يعني. اي خدمه يا بلدينا؟ احنا جايين من طرف واحد نسال على واحد. ومين بقى الواحد ده والواحد دوكها؟ احنا جايين قاصدين سعيد ابو النجا. من طرف عمه حسنين ابو النجا. هو ده بيت سعيد بيه ابو النجا. يا ما انت كريم يا رب. يعني انت تعرف عمه حسنين ابو النجا؟ انا اعرف قرايب سعيد بيه ابو النجا نفر نفر. ما شاء الله، انت راجل عتره وحياه الشنبي ده. الله، ومركب لي شنب دجل. انا اكتكم انتوا حرامين الشغل اللي بتيجي تاخدوا معلومات عنها. مين صيف؟ مين راح يصيف؟ مين راح يشتي؟ مين نتوكل على الله وبعدين تسرقوها؟ قدامي يا عم على مهلك بس. قدامي يا حراميه. سمحت يا حضرة الضابط، تعالوا بسرعة، الحرامية هنا احنا متحفزين عليهم. احنا مش حرامية يا هانم. لما انتوا ما انتوش حرامية، أمال لابسين اللبس البلدي ده ليه؟ كنا في حفلة تنكرية، وبعدين جيل الموضة. لو سمحتي، أنا مش هبلش نصدق اللي انتوا بتقولوه ده. يا ألف أهلاً، يا ألف مرحبا. خميس نجف، يا نجف بنور يا سيدي العرسان. أهلاً أهلاً، أهلاً بك أيها الزميل النقابي العزيز. أهلاً بكم، أهلاً، شرفت المكتب. يا ترى إيه الخدمة اللي ممكن أقوم بها تجاهكم؟ إحنا جايين نمنع عملية احتيال على زبون عند حضرتك هنا. حضرتك قلتي احتيال على زبون عندي هنا في المكتب؟ يا ساتر يا رب. هو انت عندك زبون اسمه سعيد ابو النجا؟ سعيد ابو النجا ده مش مجرد زبون، ده صديق عمري. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. طب والله كويس، بما انه صديق عمرك يعني تهمك مصلحته. طبعا طبعا يا هانم، تهمني مصلحته. هو بيمتلك عزبة ناحية البحيرة. عزبة كبيرة. العزبة دي بقى هي موضوع الاحتيال، في عصابة عايزة تشتريها منه، أو بمعنى أدق تسرقها منه. من غير مؤاخذة يعني أنا مش فاهم قصدكم إيه. العزبة دي تساوي على الأقل 3 مليون، عاطف بيه وزميله السمسار عاوزين يشتروها بربع مليون بس. مش ممكن. الكلام ده حقائق مؤكدة بمعلومات. ممكن يعني من غير مؤاخذة يعني أعرف مصدر معلوماتكم اللي قال لكم الكلام الخطير ده؟ تقدر حضرتك تقول كده الهوى الصدفة. هو إحنا سمعنا الحوار اللي دار بالصدفة بين عاطف بيه وزميله السمسار. وإيه اللي مطلوب مني؟ اتخذ إجراءاتك بقى يا أستاذ نجف. تحمي حقوق موكلك. وعايزين من حضرتك كده خدمة صغنططة مقابل الخدمة دي، شوية معلومات هتديها لنا عن سعيد أبو النجا. معلومات بخصوص إيه؟ عايزين كشف بأسماء قرايب سعيد أبو النجا من ناحية الأب. يا سلام، أنا تحت أمركم، أنا هريحكم على الآخر. شفتي بقى ان انا تكتيكي ما يخرش الميه. بس تفتكر ان النجف ده هيعمل لنا فعلا كشف بكل اسامي عيله قرايب ابو النجف؟ طبعا، اصل دي مصالح والدنيا شايلني وشايلها. هو نور ولا علامات يا فاضل؟ انا كان عندي الدرس شغال، بضرب بلساني مش لاقيه. المكمدات عشان تعملوا قعده وتلايم على الناس ده. ايه
ده انا هقطعهم حتت. حرام عليك، ده انا ضلاك، ده انا ضلاك. ليه تعمل فيا كده؟ ما تتكلمش بالصوت ده جنب ودني يا بابا، حرام عليك، في قطر ماشي في دماغي. انت في قطر ماشي في دماغي؟ يا بختك، انا في دماغي استاد مليان ضفادع بلدي. انا يعتادوا على اساتذتي. واخد بالك انت ازاي؟ والله لو اوريهم. ارجعي خايش، ده ما كانش اي ضرب يا عم طنوسي. لا ده احنا ضربنا في الخلاط يا مؤمن. لا ده مش ضرب يا شكريه، لا ده اسمه افتراء. يعني دي ناس بتضرب من غير هدف، اكيد دافعهم مرض نفسي يعني. لا لا لا، ده كان ضرب غل يا اخويا، ضرب غل يا اخويا. بقول لهم عيب، ده انا واحده ست يناولوني بالبوكس. ايوه طب اضربوا فاضل ويسيبوني، معرفش الشلاليت دي كانت نازله عليا منين يا اخويا. كتر خيرك يا اختي، ولا وشوشهم وشوشهم خلاص في دماغي، مش هنساهم، هحلم بيهم ليل ونهار لغايه ما اقابلهم واخلص منهم القديم والجديد. وانت هتقابلهم فين يا ابني؟ هتقابلهم فين؟ دخلت على طيارك، تلاقيهم مسؤولين ومتأجرين عليكم. ودني حرام عليك يا عم معتمد، بس انت بتتكلم صح، هم فعلا متأجرين، وانا عارف مين اللي مأجرهم. مين يا فاضل؟ خميس نجف. ايه ده؟ خميس نجف المحامي؟ طب ليه؟ ما هو اصله مأجرهم عشان الناس دي عايزانا نبعد عن موضوع العزبة. اصل موضوع العزبة ده ما يعرفوش غير اتنين، عم معتمد وخميس. إذن عم معتمد مش ممكن هيعمل فينا ده كله. طب وهو مصلحته يا خميس نجف؟ أكيد ليه مصلحة، وإحنا اتدبينا قدامه زي الشوال. قال اللي خدناه من السيد أبو النجف. شكرية. أيوة. بص يا شكرية، أنا عايزك تقابلي مرات سعيد أبو النجف وتحطيها في. ابقوا تيجوا من فضلكم الكازن ونتكلم فيه، أوكي؟ مش ده المهم عندي يا مؤاخذة عاطف بيه، أنا المهم عندي تبقى فلوسك جاهزة. يا سيدي أنا المبلغ جاهز، بس المهم يكون في حدود السعر اللي اتفقنا عليه. إن شاء الله هزهولك بيبقى أقل من كده كمان. أهلا وسهلا، اتفضلوا. ربنا؟ اتفضلي. عايزة أنزل البسين، لازم كويس. واضح إن المكان ده غالي. فك عن كيسك شوية. وإحنا هنصرف على القضايا كمان. يا أخي اعتبرها مصاريف نسرية. ايه رئيس عدتك في المكان هنا؟ كويس، الترابيزات حلوه قوي. هو سعيد لسه ما وصلش؟ لسه يا فندم، اصل في ميعاد معاه. زمانه جاي حضرتك. طيب تتغدوا ولا تشربوا؟ هما فنجانين قهوه ليس الا. تؤمر سعادتك. تعالى هنا. القهوه بكام؟ نعم القهوه بكام؟ فاضل فاضل، ده هما فنجانين يا فاضل. لا 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 لا، حقه حقه يا هانم. يمكن اسعارنا هنا ما تعجبهوش. طبعا القهوه ب6 جنيه حضرتك. الفنجان الواحد ب6 جنيه؟ لا يا استاذ مش عايزين فنجان، احنا بنتكلم على البن والميه والسكر اللي جوه الفنجان. شو بيموت في الهزار. روح انت هات القهوه وبلاش الوش ده، عيب احنا زباين. اتفضل يلا. ايه خلاص، انا اللي هدفع فنجانين القهوه. خلاص بقول لك ايه، نعم لازم اسئلتنا تبقى محدده مع سعيد ابو النجا، ولازم نبقى نوصل لهدفنا بسرعه، عشان كده بقترح ان احنا نكتب له الاسئله في ورقه او نوجهها له عشان ما يكشفناش. انا موافقه. يلا قولي. السؤال الأول. أيوه. إجباري. أيوه. من أنت؟ من أنت؟ إيه الأسئلة المباشرة دي؟ إيه الأسئلة التافهة دي؟ لازم أسئلة فيها ذكاء مش أسئلة مباشرة. شوفي يبقى إزاي السؤال الأول. السؤال الأول، هل أنت سعيد أبو النجا؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ حوش الذكاء والأسئلة الذكية اللي عمالة تنزل يا أخي. آه طبعا هو ده الذكاء، أمال إيه؟ هي دي أسئلة، هات أنا اللي حلها. كده أنت هتقعدي تتتت. مش مهم، هات ورقة. لا لا لا، بقالي ساعة يا مؤاخذة. يا أخي اقعد والله ما هينفع يا عاطف. اقعد بس يا عاطف، إحنا كده مختلفين مش متفقين. لا مؤاخذة مش دي عمونتي خالص. يا عم اقعد بس، خليها 5% كويس، وده عرف السمسرة اللي كل الناس بتبقى عليه. ايوه بس دي عزبة سعيد بيه ابو الناجا، مش اي ارض لا مؤاخذة، دي احسن ارض في محافظة البحيرة تامة، وبعدين حاجة ب 3 مليون، انا هديها لك بربع مليون بس. انا اكلم لك الاستاذ خميس ناجا في المحامي بتاع سعيد بيه ابو الناجا، لا مؤاخذة جهز العود ونخلص. دي مؤامرة يا عزيزتي. وانا بخاف قوي من الحاجات اللي بتنكشف بالصدفة دي. يا ولادي الايه؟
عزبه ب 3 مليون جنيه عايزين ياخدوها من راجل بربع مليون جنيه بس. بيقول لك تجاره. بس اما يوصل سعيد ابو النجا بتاع النوجا والشوكولاته. واو كويس ان احنا نخدمه في الموضوع ده عشان هو بقى يرضى يخدمنا في موضوعنا احنا. القهوه يا حضرات. سي جيت في وقتك. على فكره سعيد بيبي اعتذر على الميعاد وبقول فرصه تانية. طب شيل القهوه. لا 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 على حساب سعيد بيبي. على حسابه؟ ايوه. طب هات القهوه. ايه انت بتعمل ايه؟ يمكن بيجيب المذكرات يا بابا. انا بحاول احل لغز سعيد ابو النجا ليه هو بيتهرب مننا. بيتهرب مننا ليه يا فاضل؟ هو الراجل سمع مننا ولا كلمه؟ احنا يا دوب رحنا له المكتب كلنا حتتين نوجا ومشينا. هي دي الحقيقه يا شكريه. طبعا سعيد ابو النجا بيتهرب مننا. انسان غريب. انتوا ما شفتوش لما سالتوا على عمه؟ ايوه يبقى لازم الحكايه دي فيها سر يا فاضل. هو ده اللي انا بحاول اعرفه يا عم معتمد. ايوه يا اخوي ايوه طبعا. لا وكلكم وحكايه العزبه دي كوم. العزبه دي مساله اخلاقيه في مؤامره بتتعمل واحنا لازم نبلغها لسعيد ابو النجا. ما تخليك في حالك يا ابني. لا ما ينفعش يا بابا دي مسألة أخلاقية. أيوة مسألة أخلاقية وفي نفس الوقت كمان دي ممكن تقربنا من سعيد أبو النجا علشان نعرف حقيقته. إنسان غريب ما بيفكرش غير في الحاضر ما بيفكرش في المستقبل مع إنه جزء من حياتنا. الله مش عاطل بالوراثة يا ابني. المهم أنت ناوي تعمل إيه يا فاضل؟ مادام سعيد أبو النجا بيتهرب مننا لسبب لا يعلمه إلا الله يبقى انا لازم اعمل عليه حركه كماشه. كماشه يعني ايه يا بنتي؟ يلتف حوالين الموضوع يا بابا دي جمله بتتقال في الخطط العسكريه. انا بقى عرفت انت هتعمل ايه؟ هتتصل بمرات سعيد وتديها المعلومات اللي عن العزبه مقابل معلومات عن سعيد ابو النجا. هو ده اللي انا بفكر فيه بالظبط مع فارق بسيط اني انا مش هدي المعلومات دي لمرات سعيد ابو النجا. هتديها لمين؟ لعم تشكر البواب بتاعهم؟ لا. أنا هديها لخميس نجف محامي سعيد أبو النجا. يا فندم يا فندم إحنا محاميين مظبوطين جدا ونقابيين كمان. أنتوا محاميين؟ لا نكتة الموسم هبقولها لأصحابي في النادي. يا هانم أرجوكي بلاش فضايح وبعدين يا كلومبو ما تخلصنا من الورطة اللي إحنا فيها دي. ولا يهمك اعتمد عليا. ما أنا بعتمد عليكي بغرق ما هو كلها 10 دقايق ونلاقي البوليس فوق راسنا. هتشوف. لو سمحت وسع لي شوية. شكرا. دي الكارنيهات اللي بتثبت ان انا وجوزي محاميين ونقابيين كمان. اتفضلي. شفت فكرتش انت تجيب معاك حاجة تطلعها توريها لها؟ مش عارفة من غيري كنت هتعمل ايه. اكيد كان هيبقى حالي احسن من كده. طب ولما انتوا الاتنين محاميين عاملين في نفسكوا كده ليه؟ سيبهم يا عم تشكر. حاضر استهان تشكر. بصراحة يا هانم احنا معانا قضية. أمانة معانا أمانة. بس أنت لسانك فالت على طول. بس أمانة إيه؟ إحنا معانا قضية يا فندم خاصة بجوزك الأستاذ سعيد أبو النجا. اتجوز عليا. يا ستي ما تخافيش. وبعدين هو في راجل عاقل بيعملها ويرجع يعملها تاني وأنت زي القمر يبقى زي اتجوز عليك. ميرسي يا روحي. أنت بوسة حبيبتي. شعرك يجنن. خلاص وقت نفاق ده. أنا مش بنافق أنا بتكلم جد وبعدين سيبني أنا أتصرف. يا مدام مش حضرتك خلاص شفتي الكارنيهات وتاكدتي ان احنا فعلا محاميين؟ طيب يبقى دلوقتي كمان لازم تتاكدي ان قضيه سعيد ابو النجا دي احنا ما نقدرش نتكلم فيها لانها سر. مظبوط الكلام ده. وبعدين اذاعه اسرار الزبائن ده ضد عرف المهنه. وانا دلوقتي عايزه اطلب من حضرتك حاجتين. اولا الغي موضوع البوليس. ثانيا ادينا فرصه نقابل سعيد ابو النجا. اف 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 حد يفتح لي ازازة حاجة ساقعة وجهزوا لي الحمام. الحمد لله على السلامة يا سعيد يا حبيبي. ايه ده؟ مين دول يا ندى؟ توم وجيري؟ لا حسنين ومحمدين. قصدي فاضل السنكري المحامي وشكرية معتمد المحامية. محامية؟ ده شكل محامية دي؟ بعدين بقى ايه؟ ما تنخدعش في المظاهر. وبعدين لو سمحت ادينا فرصة احنا عاوزين نقيم مع حضرتك حوار بناء. حوار بناء؟ ايه الثقافة دي؟
الحكايه يا ندى. اتنين محاميين عايزين يقعدوا معاك. يقعدوا معايا لاي سبب. خلاص اتفضلوا قدامي على المكتب، وما تنسيش الحاجه الساعه والحمام. اتفضل يا استاذ اتفضل. شفت البلحتين اللي عندك في دماغه؟ يلا فانتاستيك فانتاستيك فانتاستيك. حاجة ظريفة خالص، اتنين محامين ولبتين فلاحين. اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا. هو قرفان منا ليه؟ مش قرفان ولا حاجة. ظروفنا بقى يا بيه. ها؟ ومين اللي جاب لكم الهدوم الحلوة دي؟ ها؟ أنا اللي اشتريتها. وبكام؟ لازم اضحك عليكم. مفيش حد أبدا يعرف يضحك على التجار أبدا. من فضلك خلينا في موضوعنا. شوكولاته، تعالوا اتفضلوا خدوا شوكولاته. متشكرين مش عايزين. الشوكولاته دي كهالي من سويسرا. يا استاذ من فضلك احنا يبقى نوجا. انا عندي نوجا حلوه، نوجا محشيه زبيب جايالي من تركيا. ها ايه رايكم؟ يا ابني طول النهار انت تزلط في حلويات كده مش هتعرف تاكل. ما يهمنيش، انا اعمل كل اللي انا عايزه، ما يهمنيش خالص. واللي يحصل يحصل. هو مبدا غريب يعني، انما ما علينا. دلوقتي كنا عايزين نتكلم حضرتك في موضوع. هو صحيح انتوا ما شربتوش حاجه؟ ها تشربوا ايه؟ مش عايزين نشرب حاجه يا اخوي. ازاي بقى؟ انا عندي سحلب. سحلب لكن ايه؟ الشفطه منه تشفي من 99 الا بجد؟ طب ناخد شويه يا بابا عشان ركبه. ركبه ايه؟ احنا في ركب عم نعتمد دلوقتي ولا احنا في اللي احنا ايه 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 انت يا اسمك ايه؟ انت يا استاذ ايه انت بتتدخل كده ليه كل شويه؟ الله ما تسيبها يا اخي. عشان انا جوزها بتدخل. جوزها. معلش. ما دام انت باباكي بيشتكي من ركبه مش كده؟ طول الليل بتنشر عليه. يبقى هو المرهم. المرهم اللي انا جايبه من الصين. مرهم ايه؟ زي السحر. فانتاستيك. المرهم دوت هو غالي شويه، لكن معلش 666 جنيه، لكن ما يغلاش على باباكي. هو يدهن منه دهنه واحده قبل النوم بنص ساعه. الصبح يبقى اوكي اوكي. الله ربنا يخليك يا رب. طب بص بقى، هو عنده شعر طالع له من ودانه. شعر اللي طالع له من ودانه تتجندي؟ اتجندي يا شكريه، ما نخليه عليك صوته كمان اللي عامل زي الشكمان. في ايه؟ لا هو بس عايز جلده ويقرب. جلد في ايه؟ اسكتي، مش هو ده موضوعنا. اسكتي خالص يا استاذ سعيد، احنا جايين لك بالمفتشر كده بخصوص عمك. بخصوص مين يا استاذ؟ عمي؟ انت جاي؟ من فضلك يا استاذ بلاش نتكلم في الموضوع ده هنا خالص. واللفه حبه وبعد حبه الحبه تكبر وتبقى قبه. محامي كعب داير. قول لي يا طنوسي. نعم. عملت ايه بشان التحريات اللي كنت بتجمعها عن سعيد ابو نجا؟ لا تحريات قويه جدا. اثبتت ان هو وحيد ابوه وامه وهو من سكان القاهره. كويس. بيشتغل ايه بقى سعيد ابو النجا ده؟ عقبال عمالتك ده صايع. تتكلم جد؟ بيشتغل صايع؟ لا يعني قصده عاطل، او بمعنى ادق متعطل. ايوه يعني هو ورث ثروه عن ابوه وعمال بيبهزق فيها. يبقى الوصف الجامع الشامل لهذه الحاله انه عاطل بالوراثه. لا هو الصنف ده مش انقرض خلاص؟ لا، طول ما في ورثة وفي ورث الصنف ده مش هينقرض. المهم خلينا في المهم يا أستاذ، هي دي بقى كل التحريات اللي انت قعدت تلفلف وتجمعها طوال أربعة أيام، وكل يوم تلهف خمسة جنيه مواصلات. لا ده فيه معلومة خطيرة قوي اكتشفتها أنا وعرفتها بمجهود الخاص، أن الأستاذ ده متزوج. وايه؟ متزوج من واحده اسمها ندى بركات. ايه ده؟ انت بتتكلم جد؟ انا اول مره اشوف حد بيتجوز واحده اسمها ندى بركات. اتفضل يا استاذ. افادكم الله يا استاذ. ندى هانم، سعيد ابو النجا مش مجرد موكلي وانا المحامي بتاعه بس. لا 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 لا، ده صديق عمري. وانا في ايدي ايه يا استاذ خميس؟ لا من ناحيه ايدك ايه؟ في ايدك كتير قوي يا ندى هانم. انت الوحيده يا ندى هانم اللي لك تاثير جامد على سعيد ابو النجا.
وعاوزني اقول له ايه؟ انت في ازمه ماليه يا سعيد؟ لو ما مسكتش ايدك شويه هنشحت. اه هي دي الحقيقه يا هانم. انت عايز سعيد يروح فيها؟ سعيد ابو النجا متعود على اسلوب الحياه دي، مولود وفي بقه معلقه ذهب، بيصرف وبس، ومفيش قوه في الارض هتخليه يغير اسلوبه ده. افهم من كلامك ده ان حضرتك مش متخوفه او خايفه من شبح الفار؟ الحل في ايدك يا استاذ خميس. طبعا طبعا الحل في ايدي. ما كانش الحل في ايدي هيكون في حاجه في 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 ايد مين؟ يا عم فتحي بتاع الكشري. الحل الوحيد يا هانم ان سعيد ابو النجا لازم يزمتها شويه، لازم يمسك ايده شويه. وهو الراجل كان بيصرف في حاجه بطاله لا سمح الله علشان اقول له ما تصرفش؟ ده واحد راجل بيحب يصرف على الاكل، على اللبس، على الفسح، لبس اخر موضه بس. اخر موضه بس. يا هانم لازم حضرتك تتبين الموقف تماما. السيوله ابتدت تقل والموقف بقى محرج قوي يا هانم. انا مفيش في ايدي حاجه يا مستر. بالعكس يا ندى هانم، انت الوحيده القادره انك تقنعي سعيد ابو النجا. اقنعه بايه؟ طب انت قولي وانا اوعدك اني هحاول. تقنعيه انه يبيع العزبه. دي اخر حاجه فضلالنا. انت هتعملي زيه، انت هتعملي زيه يا هانم وتقولي لي انا ما اقدرش افرط في ارض اجدادي؟ هو ده الحل الوحيد يا هانم، انه يبيع العزبه ونستثمر ثمنها في مشروع ضخم، وانت بقى عليكي انك تجبري ان ما يصرفش اكتر من الارباح. يعني ده الحل الوحيد؟ خلاص انا من جهتي احاول اقنعه، ده لو هو عنده وقت يسمعني. انا بتفسح في اوروبا كل 3 اشهر، اتغدى في باريس، افطر في فيينا، واتعشى في لندن، وانا هنا تجيب لي فروت سلعت. حالا فاكهه الموسم هتكون عند حضرتك، حتى لو اضطريت اشتريها بنفسي. بس بسرعه بسرعه. حاضر سعيد. من فضلك. صراحة أنا بحسدك على حياتك دي يا سعيد بيه. تحسدني؟ نقع عليا، ما بيحوقش فيا، نقع. اللهم لا حسد. خلينا بقى في البيزنس. جبت لي إيه معاك من لندن؟ حظك في رجليك يا سعيد بيه. كان في أوكسيون في لندن، جبت لك 10 أطقم على آخر موضة. المهم ما يكونش حد لبسهم قبلي يا فوزي. أنا عارف إن ده شرط أساسي في الهدوم اللي بتلبسها. أنا يا فوزي اتعودت على كده من وأنا صغير بيبي، أحب دايما ألبس فريش وعلى آخر موضة. أيوة بس دي دمان محرق قوي. وأنا أحب الشطة. يلا قول بكام؟ قول يلا خلصني. الطقم تقريبا ب $500. أوه $500. الغالي قوي. إيه يعني $500؟ هو ده الحرق؟ طب تصدق أنا امبارح جبت بدلة ب 7000. أنا كان عندي الدرس شغال، بضرب بلساني مش لاقيه. المكمدات عشان تعملوا أهلة وتلايم على الناس ده إيه؟ ده أنا هقطعهم حتت. حرام عليك، ده أنا ضلاك، ده أنا ضلاك. ليه تعمل فيا كده؟ ما تتكلمش بالصوت ده جنب ودني يا بابا، حرام عليك، في قطر ماشي في دماغي. أنت في قطر ماشي في دماغي؟ يا بختك. أنا في دماغي استاد مليان ضفادع بلدي. أنا يعتادوا على أساتذتي؟ واخد بالك أنت إزاي؟ والله لأوريهم. إرجع طايش، ده ما كانش أي ضرب يا عم طنوسي. لا. ده إحنا ضربنا في الخلاط يا مؤمن. لا ده مش ضرب يا شكرية، لا ده اسمه افترة. يعني دي ناس بتضرب من غير هدف، أكيد دافعهم مرض نفسي يعني. لا لا لا. ده كان ضرب غل يا اخويا، ضرب غل يا اخويا. بقول لهم عيب، ده انا واحده ست يناولوني بالبوكس. ايوه. طب اضربوا في فاضل ويسيبوني، معرفش الشلاليت دي كانت نازله عليا منين يا اخويا. كتر خيرك يا اختي، ولا وشوشهم، وشوشهم خلاص في دماغي، مش هنساهم، هحلم بيهم ليل ونهار لغايه ما اقابلهم واخلص منهم القديم والجديد. وانت هتقابلهم فين يا ابني؟ هتقابلهم فين؟ دخلت على طياري تلاقيهم مسؤولين ومتأجرين عليكم. ودني حرام عليك يا عم معتمد، بس انت بتتكلم صح، هم فعلا متأجرين، وانا عارف مين اللي مأجرهم. مين يا فاضل؟ خميس نجف. ايه ده؟ خميس نجف المحامي؟ طب ليه؟ ما هو اصله
مأجرهم عشان الناس دي عايزانا نبعد عن موضوع العزبة. اصل موضوع العزبة ده ما يعرفوش غير اتنين، عم معتمد وخميس. إذن عم معتمد مش ممكن هيعمل فينا ده كله. طب وهو مصلحته يا خميس نجف؟ أكيد ليه مصلحة، وإحنا اتدبينا قدامه زي الشوال. قال اللي خدناه من السيد أبو النجف. شكرية. أيوه. بص يا شكرية، أنا عايزك تقابلي مرات سعيد أبو النجف وتحطيها في الصورة، بس الكلام يبقى بالعقل. بالعقل. أنا مش فاهمة حاجة خالص. ليه؟ مع إن الحكاية واضحة زي الشمس. يعني أنتِ جاية عايزة تشككينا في المحامي بتاعنا وصديق عمر جوزي وعايزاني أصدقك؟ يا بنتي لازم تصدقيني قبل الفاسمة تقع في الراس. أصدقك أنتِ؟ أصدق واحدة أول مرة قابلتها في حياتي كانت منتحلة شخصية مرات حسب الغرض ناوي؟ يا بايخة ما يبقاش قلبك أسود. اعتبريها شقاوة محاميين. سوري سوري سوري، بس حقيقي مش قادرة أصدقك يعني. سوري سوري سوري. خلاص ما تصدقينيش، حققي في الموضوع على طول. أنا فهمت أنت وجوزك عايزين إيه. أنتوا عايزين تبوظوا الصفقة. هنبوظها ليه؟ إحنا هنبوظها ليه؟ أكيد طبعا ليكوا مصلحة، حد زقيقكوا علينا، حد مأجركوا. يا بنتي ده إحنا واكلين علقة ما أكلهاش كلب خاطف عظمة. اصل بصراحة يا مدام انا متشائمة منك انت وجوزك من ساعة ما دخلتوا حياتنا وهي اتقلبت، لا عارفين انتوا عايزين ايه ولا انتوا مين، وبعدين عايزين يثق فيكي. يا عبيطة، ثروتكوا هتروح وجوزك كمان هيضيع منك. انت جاية تنقي على جوزي وعلى ثروته؟ يا سلام على صوتك ده لما بيفرقع كده مرة واحدة. جوزك عاطل بالوراثة، اسمعيني للآخر، والمثل بيقول خد من التل يختل، وهو عمال ياخد من التل لما هيختل ويقع على دماغكو. ايش طيبر؟ يا ندى، يا ندى تطرديني؟ اذا ده عيب حقيقي. انا جوزي عاطل يا جوز صيع انت وجوزك، محدش عارف لكم اصل من فصل. يا مجنونه، ده بدل ما تعقلي جوزك. انا مجنونه؟ ايه انا مجنونه؟ امشي اطلعي بره. خلاص بره، وبيروحي بقى دوري مين ضربك انت والمحروس. على فكره بقى شكريه، انا لازم اعترف لك بحاجه مهمه جدا. اسمحي لي اقول لك. ربنا يخليك ليا يا شكرية. ليه بتقولي كده؟ أنا بعد ما شفت مرات سعيدة أبو النجا ده، أنا عرفت قيمتك، عرفت قيمة الزوجة اللي بتقف في ظهر جوزها وتساعده وتحميه حتى من نفسه. أنا بحبك قوي وأنت رومانسي. على فكرة بقى يا فاضل، إحنا كده عملنا اللي علينا وزيادة. لا، ده إحنا ملتزمين أخلاقياً بإنقاذ سعيدة أبو النجا بعد ما عرفنا المؤامرة التي تدبر له في حالك الظلام. ما احنا حذرنا عن طريق المحامي بتاعه، اكلنا علقه عن طريق مراته، اتطردت من البيت شر طارده. ولا يا شكرية، حتى لو تعرضنا للشن لابد من انقاذ سعيد ابو النجا. لو تعرضت انت للشن انا لا. الله، هو كان من بقيه عيلتنا؟ لا، ده احنا لازم ننقذ سعيد ابو النجا لسببين. السبب الاول سبب اخلاقي، احنا عرفنا المؤامره اللي بتدبر ضده ولا بد من اجهاض هذه المؤامره في مهدها. ادي عبرة تجاوز محامي. والسبب الثاني انه جايز يطلع هو سعيد ابو النجا اللي بندور عليه، فاحنا لو شلنا ايدنا من الموضوع يبقى معنى هذا اننا بنضيع على نفسنا فرصة العثور على سعيد ابو النجا ونسلمه شنطة عمه. بص بقى، وبعد حبة قولي طنوسي. نعم. عملت ايه بشأن التحريات اللي كنت بتجمعها عن سعيد ابو النجا ده؟ يا تحريات قوية جدا، اثبتت ان هو وحيد ابوه وامه ومن سكان القاهرة. كويس. بيشتغل ايه بقى سعيد ابو النجا ده؟ عقبال عملتك يا صايع. بتتكلم جد؟ بيشتغل صايع؟ لا، يعني قصده عاطل، او بمعنى ادق متعطل. ايوه، يعني هو
ورث ثروه عن ابوه وعمه بيبهزق فيها. يبقى الوصف الجامع الشامل لهذه الحاله انه عاطل بالوراثه. لا، هو الصنف ده مش انقرض خلاص؟ لا، طول ما في ورثه وفي ورث الصنف ده مش هينقرض. المهم، خلينا في المهم يا استاذ، هي دي بقى كل التحريات اللي انت قعدت تلفلف وتجمعها طوال 4 ايام، وكل يوم تلهف 5 جنيه مواصلات. لا، ده فيه معلومة خطيرة قوي اكتشفتها أنا وعرفتها بمجهود الخاص، إن الأستاذ ده متزوج. وإيه؟ متزوج من واحدة اسمها ندى بركات. إيه ده؟ أنت بتتكلم جد؟ أنا أول مرة أشوف حد بيتجوز واحدة اسمها ندى بركات. اتفضل يا أستاذ. أفادكم الله يا أستاذ. سعيد ابو النجا مش مجرد موكلي وانا المحامي بتاعه بس. لا 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 لا، ده صديق عمري. وانا في ايدي ايه يا استاذ خميس؟ لا، من ناحيه ايدك ايه؟ في ايدي كتير قوي يا ندى هانم. انت الوحيده يا ندى هانم اللي لك تاثير جامد على سعيد ابو النجا. وعاوزني اقول له ايه؟ انت في ازمه ماليه يا سعيد؟ لو ما مسكتش ايدك شويه هنشحت. هي دي الحقيقه يا هانم. انت عايز سعيد يروح فيها؟ سعيد ابو نجا متعود على اسلوب الحياه دي، مولود وفي بقه معلقه ذهب، بيصرف وبس، ومفيش قوه في الارض هتخليه يغير اسلوبه ده. افهم من كلامك ده ان حضرتك مش متخوفه او خايفه من شبح الفار؟ الحل في ايدك يا استاذ خميس. طبعا طبعا الحل في ايدي. ما كانش الحل في ايدي هيكون في 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 ايد مين؟ عم فتحي بتاع الكشري. الحل الوحيد يا هانم أن سعيد أبو النجا لازم يزمتها شوية، لازم يمسك إيده شوية. وهو الراجل كان بيصرف في حاجة بطالة لا سمح الله علشان أقول له ما تصرفش؟ ده واحد راجل بيحب يصرف على الأكل، على اللبس، على الفسح، لبس آخر موضة بس. آخر موضة بس. يا هانم لازم حضرتك تتبين الموقف تماما. السيولة ابتدت تقل والموقف بقى محرج قوي يا هانم. أنا مفيش في إيدي حاجة يا مستر. بالعكس يا ندى هانم، أنت الوحيدة القادرة إنك تقنعي سعيد أبو النجا. أقنعه بإيه؟ طب أنت قولي وأنا أوعدك إني هحاول. تقنعيه إنه يبيع العزبة. دي آخر حاجة فضلالنا. أنت هتعملي زيه. أنت هتعملي زيه يا هانم وتقولي لي أنا ما أقدرش أفرط في أرض أجدادي؟ هو ده الحل الوحيد يا هانم، انه يبيع العزبه ونستثمر ثمنها في مشروع ضخم، وانت بقى عليكي انك تجبري ان ما يصرفش اكتر من الارباح. يعني ده الحل الوحيد؟ خلاص، انا من جهتي احاول اقنعه، ده لو هو عنده وقت يسمعني. انا بتفسح في اوروبا كل 3 اشهر، اتغدى في باريس، افطر في فيينا، واتعشى في لندن، وانا هنا تجيب لي فروت سلعت. حالا فاكهه الموسم هتكون عند حضرتك، حتى لو اضطريت اشتريها بنفسي. بس بسرعه بسرعه. حاضر سعيد. من فضلك. صراحه انا بحسدك على حياتك دي يا سعيد بيه. تحسدني؟ نقع عليا، ما بيحوقش فيا، نقع. اللهم لا حسد. خلينا بقى في البيزنس. جبت لي ايه معاك من لندن؟ حظك في رجليك يا سعيد بيه. كان في اكسيون في لندن، جبت لك 10 اطقم على اخر موضه. المهم ما يكونش حد لبسهم قبلي يا فوزي. انا عارف ان ده شرط اساسي في الهدوم اللي بتلبسها. انا يا فوزي اتعودت على كده من وانا صغير بيبي، احب دايما البس فريش وعلى اخر موضه. ايوه بس ده مانو محرق قوي. وانا احب الشطه. يلا قول بكام؟ قول يلا خلصني. الطقم تقريبا ب $500. $500 الغالي قوي. ايه يعني $500؟ هو ده الحرق؟ طب تصدق انا امبارح جبت بدله ب $7,000. وعشان ايه؟ علشان احضر بيها فرح واحد صاحبي، هو غلبان شويه لكن هو اهو العريس. صباح الخير. صباح الخير، ايه اللي جابك كده في ليله الصباحيه بتاعتك؟ عروستك تطلعك، ايه اللي حصل؟ ممكن كلمه على جنب يا سعيد؟ على جنب، حاضر، تعالى. اتفضل. ايه يا ابني؟ انت ليه كده نرفز متوتر ليه؟
بس انا محرج منك قوي مش عارف اقول لك ايه. محرج يبقى مزنوق عايز فلوس. وعرفت منين؟ خبره بقى. انا احسن واحد يسلف في الدنيا دي كلها فلوس خبره. قول عايز كام؟ اصله مبلغ كبير شويه. كبير؟ ما لازم تتاكدي ان قضيه سعيد ابو النجا دي احنا ما نقدرش نتكلم فيها لانها سر. مظبوط الكلام ده. وبعدين اذاعه اسرار الزبائن ده ضد عرف المهنه. وانا دلوقتي عايز اطلب من حضرتك حاجتين. اولا الغي موضوع البوليس، ثانيا ادينا فرصه نقابل سعيد ابو النجا. اف 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 حد يفتح لي ازازه حاجه ساقعه وجهزوا لي الحمام. الحمد لله على السلامه يا سعيد يا حبيبي. ايه ده؟ مين دول يا ندى؟ توم وجيري؟ لا حسنين ومحمدين، قصدي فاضل السنكري المحامي وشكريه معتمد المحاميه. محاميه؟ ده شكل محاميه دي؟ بعدين بقى ايه؟ ما تنخدعش في المظاهر، وبعدين لو سمحت ادينا فرصه احنا عاوزين نقيم مع حضرتك حوار بناء. حوار بناء؟ ايه الثقافه دي؟ الحكايه يا ندى؟ اتنين محاميين عايزين يقعدوا معاك. يقعدوا معايا لاي سبب؟ خلاص اتفضلوا قدامي على المكتب، وما تنسيش الحاجه الساعه والحمام. اتفضل يا استاذ اتفضل. شفت البلحتين اللي عندك في دماغه؟ فانتاستيك فانتاستيك فانتاستيك. حاجة ظريفة خالص، اتنين محامين ولبتين فلاحين. اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا. قرفان منا ليه؟ مش قرفان ولا حاجة. ظروفنا بقى يا بيه. ها؟ ومين اللي جاب لكم الهدوم الحلوة دي؟ أنا اللي اشتريتها. وبكام؟ لازم اضحك عليكم. مفيش حد أبدا يعرف يضحك على التجار أبدا. من فضلك خلينا في موضوعنا. شوكولاتة، تعالوا اتفضلوا خدوا الشوكولاتة. متشكرين مش عايزين. الشوكولاتة دي كهالي من سويسرا. يا أستاذ من فضلك احنا يبقى نوجة. أنا عندي نوجة حلوة، نوجة محشية زبيب، جايالي من تركيا. ها؟ إيه رأيكم؟ يا ابني طول النهار أنت تزلط في حلويات كده مش هتعرف تاكل. ما يهمنيش، أنا أعمل كل اللي أنا عايزه، ما يهمنيش خالص. واللي يحصل يحصل. هو مبدأ غريب يعني، إنما ما علينا. دلوقتي كنا عايزين نتكلم حضرتك في موضوع. هو الصحيح أنتوا ما شربتوش حاجة، ها؟ تشربوا إيه؟ مش عايزين نشرب حاجة يا أخوي. إزاي بقى؟ أنا عندي سحلب. سحلب لكن إيه؟ الشفطة منه تشفي من 99 علة. بجد؟ طب ناخد شوية ربابة عشان ركبه. ركبه إيه؟ إحنا في ركب عم نعتمد دلوقتي ولا إحنا في اللحم؟ إيه أنت يا اسمك إيه؟ أنت يا أستاذ إيه؟ أنت بتتدخل كده ليه كل شوية؟ الله ما تسيبها يا أخي. عشان أنا جوزها بتدخل. جوزها. معلش ما دام انت باباكي بيشتكي من ركبه مش كده؟ طول الليل بتنشر عليه. يبقى هو المرهم. المرهم اللي انا جايبه من الصين. مرهم ايه؟ زي السحر. فانتاستيك. المرهم دوت هو غالي شويه لكن معلش 666 جنيه لكن ما يغلاش على باباكي. هو يدهن منه دهنه واحده قبل النوم بنص ساعه. الصبح يبقى اوكي. الله ربنا يخليك يا رب. طب بص بقى هو عنده شعر طالع له من ودانه. شعر اللي طالع له من ودانه تتجندي؟ اتجندي يا شكريه؟ ما نخليه عليك صوته كمان اللي عامل زي الشكمان في ايه؟ هو بس عايز جلده ويقرب. جلد في ايه؟ اسكتي مش هو ده موضوعنا. اسكتي خالص. يا استاذ سعيد احنا جايين لك بالمفتشر كده بخصوص عمك. بخصوص مين يا استاذ؟ عمي؟ انت جاي؟ من فضلك يا استاذ بلاش نتكلم في الموضوع ده هنا خالص. تيجوا من فضلكم الكازينو ونتكلم فيه. اوكي؟ مش ده المهم عندي يا مؤاخذه عاطف بيه. انا المهم عندي تبقى فلوسك جاهزه. يا سيدي انا المبلغ جاهز بس المهم يكون في حدود السعر اللي اتفقنا عليه. ان شاء الله هزهولك بيبقى اقل من كده كمان. اهلا وسهلا. اتفضلوا. ربنا. اتفضلي. عايزه انزل على البسين. لازم كويس. واضح ان المكان ده غالي. فك عن كيسك شويه. واحنا هنصرف على القضايا كمان يا اخي. اعتبرها مصاريف نسريه. ايه راي سعادتك في المكان هنا؟ كويس الترابيزات حلوه قوي. هو سعيد بيه لسه ما وصلش؟ لسه يا فندم. اصل في ميعاد معاه. زمانه جاي حضرتك. طيب تتغدوا ولا تشربوا؟ هما فنجانين قهوه ليس الا. تؤمر سعادتك. تعالى هنا. القهوه بكام؟ ما
نعم القهوة بكام؟ فاضل فاضل ده هما فنجانين يا فاضل. لا 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 حقه حقه يا هانم. يمكن أسعارنا هنا ما تعجبهوش. طبعا القهوة بستة جنيه حضرتك. الفنجان الواحد بستة جنيه؟ لا يا أستاذ مش عايزين فنجان، احنا بنتكلم على البن والمية والسكر اللي جوه الفنجان. شو بيموت في الهزار. روح انت هات القهوة وبلاش الوش دعيب، احنا زباين. اتفضل يلا. ايه خلاص انا اللي هدفع فنجانين القهوة. خلاص بقولك ايه؟ نعم. لازم اسئلتنا تبقى محددة مع سعيدة ابو النجا، ولازم نبقى نوصل لهدفنا بسرعة. عشان كده بقترح ان احنا نكتب له الاسئلة في ورقة او نوجهها له عشان ما يكشفناش. انا موافقة. قولي السؤال الأول. أيوه. إجباري. أيوه. من أنت؟ من أنت؟ إيه الأسئلة المباشرة دي؟ إيه الأسئلة التافهة دي؟ لازم أسئلة فيها ذكاء مش أسئلة مباشرة. شوف يبقى ازاي السؤال الأول. السؤال الأول، هل أنت سعيد أبو النجا؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ حوش الذكاء والأسئلة الذكية اللي عمالة تنزل يا أخي. آه طبعا هو ده الذكاء، أمال إيه؟ هي دي أسئلة. هات أنا اللي حلها. كده أنت هتقعد تتتت. مش مهم هات ورقة. لا 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 هي دي بقالي الساعة ده مؤاخذة. يا أخي والله ما هينفع يا عاطف. اقعد بس يا عاطف، إحنا كده مختلفين مش متفقين. لا مؤاخذة مش دي عمونتي خالص يا عم. اقعد. لا 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 أنت بس قول وأنا هشوف إذا كان مبلغ كبير ولا مبلغ صغير. كم؟ 10,000 جنيه. الله 10,000 جنيه. اصحابي دول بيحسبوا ان انا بقيت فقير وغلطان. كلم مين يا فاضل؟ السؤال الخالد للزوجات. هكون بكلم مين يعني؟ سعيد ابو النجا متعطل. احنا ما اتفقناش على كده خالص. مريم شكرية، هي حتى مكالمة التليفون محتاجة الاتفاق؟ أرجوك يا أستاذ برضو اسمع وجهة نظرها، لأن أنا من كبار المؤيدين ليها. سلام. طب ايه وجهة نظرك يا أستاذة شكرية؟ يا أستاذ فاضل، المرة اللي فاتت احنا اتبعنا أسلوبك في الاتصال بسعيد أبو النجا، وكانت ايه النتيجة؟ لأننا كلمناه في التليفون شك فينا ومرضيش يرد على أسئلتنا. وانت تقترحي بقى ان أسلوب الاتصال بسعيد أبو النجا متعطل يكون ازاي بقى؟ بالفاكس ولا بالتليكس؟ برضو مصر انك تسخر من أفكاري؟ أنا لا أسخر. قول لها يا طنوس. لا يا أسخر. مش هي دي وسائل الاتصالات المعروفة في العصر الحديث؟ ولا انت عايزاني بقى نتصل بيه عن طريق التلفزيون؟ المرة اللي فاتت استخدمنا أسلوبك وما نفعش، المرة دي أنا هستخدم أسلوبي أنا. كده برضو يا شكرية كده برضو يا فسحة الدار، محامي نقابي محترم زي تلبسيه اللبس ده، لا وكمان تسميني حسب الغرض. في حد في الدنيا اسمه حسب الغرض؟ ايوه في. انت اسمك ده هيخلي الناس تستغرب، وبالتالي نقدر نتكلم معاها ونعرف منها المعلومات اللي احنا عايزينها. ايوه بس مش حسب الغرض يا فسحة الدار. لا ايش الحاجات دي؟ خلاص انا حاضر وخلاص. حاضر وخلاص. فنبتدي ازاي دلوقتي؟ في واحد واقف هناك اهو، تعالى نساله عن يمكن يعرفه. صباح الخير. يا صباح النور، يا اهلا وسهلا. تحت امرك يا فندم. انا اسمي حسب الغرض ناوي. ولا لفت نظره ولا اي حاجه، والراجل ما خدش باله من الاسم خالص. مش مهم، اهو اتكلم معاه وخلاص. افتح معايا الكلام. حاضر. احنا قرايب سعيد ابو النجا. سعيد ابو النجا؟ اهلا وسهلا، ده احسن زبون عندي. يعني انت تعرفه؟ طبعا. طيب تعرف عمه حسنين ابو النجا؟ هعرف منين؟ اذا كان سعيد دي ابو النجا عمره ما دخل المحل بتاعنا. دايما بيبعت شغالينه. مش نافع اي حاجه. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نسال شغالينه. اتفضلي. وانت هتقولي شغلينه ايه؟ ان احنا قرايبه برضه؟ طبعا الظروف دي حسب الغرض. ايه حسب الغرض ده؟ ما تديها ليش بالاسم ده، بيجنني. ما انت بتقول يا فسحة الدار وبس. كوت لك اللغة. خلاص بقى فسحة الدار. خلاص تعالي. صباح الخير يا بلدينا. صباح الفل يا بلدينا. اقدم لك مراتي فسحة الدار. اهلا وسهلا. اقدم لك نفسي، انا حسب الغرض ناوي. اهلا وسهلا، اهلا بيك. وانا تشكر. العفو على ايه؟ أنا اسمي تشكر. شايف الابتسامة اللي تفتح القلب؟ والله اسم له معنى يعني. أي خدمة يا بلدينا؟
احنا جايين من طرف واحد نسأل على واحد. ومين بقى الواحد ده والواحد دوكها؟ احنا جايين قصدين سعيد ابو النجا. من طرف عمه حسنين ابو النجا. هو ده بيت سعيد بيه ابو النجا. يا من انت كريم يا رب. يعني انت تعرف عمه حسنين ابو النجا؟ انا اعرف قرايب سعيد بيه ابو النجا نفر نفر. ما شاء الله انت راجل عتره وحياه الشنبي ده. الله ومركب لي شنب دجلس. حركتكم انتوا حربيه الشغل اللي بتيجي تاخدوا معلومات عنها. مين صيف؟ مين راح يصيف؟ مين راح يشتي؟ مين توكل على الله وبعدين تسرقوها قدامي؟ يا عم على مهلك بس قدامي يا حراميه. سمحت يا حضره الضابط، تعالوا بسرعه، الحراميه هنا احنا متحفزين عليهم. انا مش حراميه يا هانم. لما انتوا مش حراميه، امال لابسين اللبس البلدي ده ليه؟ كنا في حفله تنكريه وبعدين دي الموضه. لو سمحتي انا مش هبلش نصدق اللي انتوا بتقولوه ده. يا فندم يا فندم احنا محاميين مظبوطين جدا ونقابيين كمان. انتوا محاميين؟ لا نكته الموسم هبقولها لاصحابي في النادي. يا هانم ارجوكي بلاش فضايح، وبعدين يا كلومبو ما تخلصنا من الورطه اللي احنا فيها دي. ولا يهمك اعتمد عليا. ما انا بعتمد عليكي بغرق. ما هو كلها 10 دقايق ونلاقي البوليس فوق راسنا. هتشوف لو سمحت وسع لي شويه. شكرا. دي الكارنيهات اللي بتثبت ان انا وجوزي محاميين ونقابيين كمان. اتفضلي. شفت فكرتش انت تجيب معاك حاجه تطلعها توريها لها؟ مش عارفه من غيري كنت هتعمل ايه. اكيد كان هيبقى حالي احسن من كده. طب ولما انتوا الاثنين محاميين عاملين في نفسكم كده ليه؟ سيبهم يا عم تشكر. حاضر استهاد تشكر. بصراحه يا هانم احنا معانا قضيه. امانه معانا امانه. بس 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 انت لسانك فقالت على طول. بس قالت ايه؟ احنا معانا قضيه يا فندم خاصه بجوزك الاستاذ سعيد ابو النجا. اتجوز عليا يا ستي ما تخافيش. وبعدين هو في راجل عاقل بيعملها ويرجع يعملها تاني، وانت زي القمر يبقى زي اتجوز عليك. بصي يا روحي انتي بوسه حبيبتي. اي شعرك يجنن. ماشي خلاص وقت نفاق ده. انا مش بنافق انا بتكلم جد. وبعدين سيبني انا اتصرف. يا مدام مش حضرتك خلاص شفتي الكارنيهات وتاكدتي ان احنا فعلا محاميين؟ طيب يبقى دلوقتي كم؟ بس خليها 5% كويس، وده عرف السمسره اللي كل الناس بتبقى عليه. ايوه بس دي عزبه سعيد بيه ابو الناجا، مش اي قاضي لا مؤاخذه، دي احسن قاضي في محافظه البحيره تامه. وبعدين حاجه ب 3 مليون انا هديها لك بربع مليون بس. انا اكلم لك الاستاذ خميس ناجا في المحامي بتاع سعيد بيه ابو الناجا لا مؤاخذه جهز العود ونخلص. دي مؤامره يا عزيزتي. وانا بخاف قوي من الحاجات اللي بتنكشف بالصدفه دي. اه يا ولاد الايه، عزبه ب 3 مليون جنيه عايزين ياخدوها من راجل بربع مليون جنيه بس، ويقول لك تجاره. اه بس اما يوصل سعيد ابو النجا بتاع النوجا والشوكولاته. واو كويس ان احنا نخدمه في الموضوع ده. آه. عشان هو بقى يرضى يخدمنا في موضوعنا احنا. آه. القهوه يا حضرات. ميرسي جيت في وقتك. على فكره سعيد بيبي اعتذر على الميعاد وبقول فرصه تانية. طب شيل القهوه. لا 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 على حساب سعيد بيه. على حسابه؟ ايوه. طب هات القهوه. انت بتعمل ايه؟ يمكن انت جبت المذكرات يا بابا. انا بحاول احل لغز سعيد ابو النجا، ليه هو بيتهرب مننا؟ بيتهرب مننا ليه يا فاضل؟ هو الراجل سمع مننا ولا كلمه؟ احنا يا دوب رحنا له المكتب كلنا حتتين نوجه ومشينا. هي دي الحقيقه يا شكريه؟ اه طبعا. سعيد ابو النجا بيتهرب مننا. انسان غريب. انتوا ما شفتوش لما سالتوا على عمه؟ ايوه يبقى لازم الحكايه دي فيها سر يا فاضل. هو ده اللي انا بحاول اعرفه يا عم معتمد. ايوه يا اخوي ايوه طبعا. لا وكلكم وحكايه العزبه دي كوم. العزبه دي مساله اخلاقيه، في مؤامره بتتعمل واحنا لازم نبلغها لسعيد ابو النجا. ما تخليك في حالك يا ابني. لا ما ينفعش يا بابا، دي مسألة أخلاقية. أيوة مسألة أخلاقية، وفي نفس الوقت كمان دي ممكن تقربنا من سعيد أبو النجا علشان نعرف حقيقته. إنسان غريب، ما بيفكرش غير في الحاضر، ما بيفكرش في المستقبل مع إنه جزء من حياتنا. الله مش عاطل بالوراثة يا ابني. المهم أنت ناوي تعمل إيه يا فاضل؟ ما دام سعيد أبو النجا بيتهرب مننا لسبب لا يعلمه إلا الله، يبقى انا لازم اعمل عليه حركه كماشه. ك
الشماشه يعني ايه يا بنتي؟ يلتف حوالين الموضوع يا بابا، دي جمله بتتقال في الخطط العسكريه. انا بقى عرفت انت هتعمل ايه. هتتصل بمرات سعيد وتديها المعلومات اللي عن العزبه مقابل معلومات عن سعيد ابو النجا. هو ده اللي انا بفكر فيه بالظبط، مع فارق بسيط اني انا مش هدي المعلومات دي لمرات سعيد ابو النجا. هتديها لمين؟ لعم تشكر البواب بتاعهم؟ لا، انا هديها لخميس نجف، محامي سعيد ابو النجا. يا الف اهلا يا الف مرحبا، خميس نجف. يا نجف بنور يا سيدي العرسان. اهلا 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 بك ايها الزميل النقابي العزيز. اهلا بكم، اهلا، شرفت المكتب. يا ترى ايه الخدمه اللي ممكن اقوم بيها تجاهكم؟ احنا جايين نمنع عمليه احتيال على زبون عند حضرتك هنا. حضرتك قلتي احتيال على زبون عندي هنا في المكتب؟ يا ساتر يا رب. هو انت عندك زبون اسمه سعيد ابو النجا؟ سعيد ابو النجا ده مش مجرد زبون، ده صديق عمري. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. طب والله كويس، بما انه صديق عمرك يعني تهمك مصلحته. طبعا طبعا يا هانم، تهمني مصلحته. هو بيمتلك عزبة ناحية البحيرة. عزبة كبيرة. العزبة دي بقى هي موضوع الاحتيال، في عصابة عايزة تشتريها منه، أو بمعنى أدق تسرقها منه. من غير مؤاخذة يعني أنا مش فاهم قصدكم إيه. العزبة دي تساوي على الأقل 3 مليون، عاطف بيه وزميله السمسار عاوزين يشتروها بربع مليون بس. مش ممكن. الكلام ده حقائق مؤكدة بمعلومات. ممكن يعني من غير مؤاخذة يعني أعرف مصدر معلوماتكم اللي قال لكم الكلام الخطير ده؟ تقدر حضرتك تقول كده الهوى الصدفة. هو إحنا سمعنا الحوار اللي دار بالصدفة بين عاطف بيه وزميله السمسار. وإيه اللي مطلوب مني؟ اتخذ إجراءاتك بقى يا أستاذ نجف. تحمي حقوق موكلك. وعايزين من حضرتك كده خدمة صغنططة مقابل الخدمة دي، شوية معلومات هتديها لنا عن سعيد أبو النجا. معلومات بخصوص إيه؟ عايزين كشف بأسماء قرايب سعيد أبو النجا من ناحية الأب. يا سلام، أنا تحت أمركم، أنا هريحكم على الآخر. شفتي بقى ان انا تكتيكي ما يخرش الميه؟ بس تفتكر ان النجف ده هيعمل لنا فعلا كشف بكل اسامي عيله قرايب ابو النجا؟ طبعا، اصل دي مصالح والدنيا شايلني وشايلها. هو نور ولا علامات في يا فاضل؟